بشكل حقيقي ما تم من إنجاز خلال منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة قيادة الدولة المصرية 2014 كان يحتاج إلى سنوات طويلة، كان يحتاج إلى عشرات السنوات. وبالتالي هنا ما تم من إنجازه سواء على مستوى البنية التحتية كان ضروريا ولزاما. يعني نحن يعني عايز أقول لحضرتك ارجعي كده بالذاكرة والسادة المشاهدين أن يرجعوا لي بالذاكرة إلى ما قبل 2011 وما بعد 2011 حتى 30/6، المنحنيات التي مرت بها الدولة المصرية عصيبة، المطبات التي مرت بها أكثر صعوبة، مطبات اقتصادية، تنظيمات إرهابية، حالة فوضى كبيرة جدا، الأمن القومي والوجود نفسه للدولة المصرية مهدد، جغرافيا الدولة المصرية تضعها في موقف صعب جدا. نحن لدينا أزمات يعني تهدد الأمن القومي سواء في الجنوب كما نتابع، في الغرب كما نتابع، في الشرق كما نتابع. إذن جغرافيا عندما ننظر إلى الخريطة نعرف حجم التحديات، وبالتالي بالتوازي سارت القيادة السياسية المصرية وسارت الدولة المصرية بالتوازي في مسار البناء وفي مسار الحفاظ على الاستقرار والأمن القومي للدولة المصرية. كل هذا كان يحتاج إلى مزيد من المجهود ومزيد من التضحيات، وقدمت مصر الكثير من أبنائها الشهداء من أجل الحفاظ على وجود الدولة المصرية ومن أجل البقاء ومن أجل الاستمرار. المسألة ليست بهذه البساطة وليست بهذا الاستخفاف الذي يربطه البعض بأنه هناك، نعم هناك أزمات اقتصادية، لكن الأزمات الاقتصادية وكان الله في عون المواطن وكان الله في عون الناس، لكن خلينا نقول أنه ما كانت الدولة ستكون موجودة لولا ما تم. نحن أمام حالة تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة بدون مناعة صفر، احتياطي نقدي أيام جماعة الإخوان الإرهابية بتراجع، كانت مصر على وشك الإفلاس سياسيا، كانت الأمور مرتبكة جدا، تنظيمات الإرهابية كانت تعيث في الأرض فسادا من كل أرجاء المحروسة، المهمة كانت شاقة وصعبة. استعادة الدولة من قبضة هذه الجماعة الإرهابية كلف الجميع وكلف الدولة المصرية، وكان يحتاج إلى هذه التكلفة. لولا هذه التكلفة ولولا هذا المجهود يعني لما كنا نجلس سويا حتى هذه اللحظة. وبالتالي خلينا نقول يعني من يجلس داخل مطبخ هذه الدولة ويعرف الأسرار والأرقام والرئيس عبد الفتاح السيسي كان الله في عونه يقرأ دفتر أحوال الدولة المصرية كل طالعة شمس بتفاصيلها، وبالتالي هنا هو يدرك تماما حجم المشقات. رجل قادم من خلفية عندما كان حتى رئيسا لجهاز المخابرات الحربية ثم وزيرا للدفاع، هو يعلم كل شبر في الدولة المصرية، يعلم تفاصيلها بالأرقام، وبالتالي هنا يتحرك وفقا لما لديه من معطيات، وبالتالي ليس كل ما يعرف يقال. نحن أمام مرحلة صعبة على العالم، وبالتالي العالم كله يتأثر بها، والمنطقة العربية جزء منه ومصر جزء من المنطقة العربية، ولا نعيش منفردين. ويعني في الحقيقة سواء ما تم إنجازه من بنية تحتية سواء على مستوى الطرق، على مستوى الكباري، على مستوى النقل، على مستوى الإسكان، على مستوى الإصلاح، على مستوى العاصمة الإدارية الجديدة، على مستوى العواصم الذكية كلها في مصر أو المدن الذكية أقصد في جمهورية مصر العربية، كل هذا يؤسس للبنية التحتية لتماسك الأمن القومي. هنا فقه العمران للدولة المصرية. يعني عندما تريد أن تحقق ثباتا لأمنك القومي فعليك أن يعني تزيد من حجم العمران والانتشار والتواجد والبناء والتعمير والإسكان والزراعة والصناعة، لأنه هذه فلسفة موجودة. وبالتالي البلد
بصراحة شديدة جدا. يعني تخيلوا مع بعض كده، نتخيل انه بدون كل ما حدث من كباري وطرق على مستوى ربوع الدولة المصرية، شكل المرور على سبيل المثال كان يبقى ايه؟ يعني كان شكل، يعني كان مثلا البلد كل ده فيما يتعلق بالطاقة، فيما يتعلق بالكهرباء والنهضة الكبيرة التي حدثت والتطور الكبير الذي حدث في الكهرباء. يعني مصر انتقلت من دولة كانت تنطفئ فيها تنقطع فيها الكهرباء لدولة مصدرة للكهرباء، كذلك الأمر بالنسبة للغاز. كل هذا حدث في وقت قياسي، وكل هذا كان ضمن مشروع لحلم كبير جدا للدخول إلى جمهورية جديدة. الحوار الوطني جاء جزءا من العتبات التي تؤدي إلى الجمهورية الجديدة والدخول فيها، وجمهورية تقبل بالجميع، جمهورية يشارك فيها كل الألوان المجتمع، لا حظر ولا منع لأحد فيها سوى يعني الذين ارتكبوا العنف وجماعة الإخوان العربية كما ذكرت لحضرتك.